هاتفيا الاستاذ خالد خيري من واشنطن، صحفي مصري مقيم بالولايات المتحده الامريكيه. استاذ خالد، اهلا بحضرتك. يعني علاقات متقلبه ليست ثابته ما بين الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا، تاره هناك تفاهم كبير جدا بين الدولتين، وهناك ايضا في تاره اخرى خلافات جذريه حاده ما بين الدولتين، لعل ابرزها ما حدث اثناء حرب العراق والغزو الامريكي للعراق عام 2003. فرنسا كانت ترفض ذلك تماما. يعني بأي مرحلة تمر العلاقات الفرنسية الأمريكية الآن، ومن وجهة نظرك هل هذه الزيارة ناجحة للطرفين؟ نعم، يعني بالفعل كما ذكرت أنت هي زيارة ناجحة بكل المقاييس للطرفين. كما تعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقة ليست جديد، الحليف الأبرز دائما للولايات المتحدة ألمانيا في القارة الأوروبية، والآن هو يريد استبدال حليف أوروبي آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يجد سوى إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي للعب هذا الدور، على عكس إدارة أوباما التي كانت تتعاون وتنسق مع المستشارة الألمانية أكثر من الفرنسيين. العلاقة تاريخيا بين فرنسا والولايات المتحدة هي علاقة قوية ومتجذرة، ويحاول كل طرف من الآخر خاصة ماكرون وترامب وهما يعني أقل من عام أو ربما عام الرئاسة، أن تبرز لشعبه أنه رئيس يحظى بتقدير دولي، خاصة ترامب الذي يريد يعني العبور والقفز فوق مشكلته الداخلية بإظهار بأنه رئيس مقدر على المستوى الأوروبي. وإذا تحدثنا على صعيد القضايا الدولية والإقليمية، الملف الإيراني كما ذكرت أنت واستحوذ على أكثر من 70% حتى في المؤتمر الصحفي، وخرج ترامب منتصرا بموافقة علنية من الرئيس الفرنسي بضرورة تعديل هذا الاتفاق. إذا نستطيع القول بأنها بالفعل زيارة ناجحة، استطاع كل طرف الخروج بأكبر مكاسب ممكنة من الطرف الآخر. طيب استاذ خالد، يعني عسكريا كيف يبدو التقارب الفرنسي الامريكي؟ هل اصبحت فرنسا هي الحليف الاوروبي الاول عسكريا للولايات المتحده الامريكيه، خاصه بعد اشتراك الطرفين في ربما الضربه الاخيره ضد سوريا، وبعد انسحاب او انشغال بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الاوروبي؟ هي فرنسا لم تصبح الحليف الاوحد للولايات المتحده، هي حليف قوي جانب المملكة المتحدة، بريطانيا الحليف الاستراتيجي عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا تنسى أن الولايات المتحدة تريد تحقيق مكاسب عسكرية داخل سوريا، ومن هنا كانت يعني كان الهجوم الأمريكي الفرنسي البريطاني موجها داخل الأراضي السورية، ومن هنا على المستوى العسكري الولايات المتحدة تريد أن تنسق أيضا مع الجانب الفرنسي، خاصة في ضوء رؤية ترامب في أهمية الانسحاب التدريجي من القوات الامبريطانية السورية، وهو ما تعترض عليه فرنسا وتحدث إليه ماكرون اليوم بهذا الشأن، واستطاع الخروج بنتائج إيجابية وبموافقة علنية أيضا من دونالد ترامب للبقاء في سوريا إلى أمد معين لإنهاء المهمة بالكامل، تحديد خريطة طريق لهذه المهمة. إذا الولايات المتحدة تتجه فرنسيا أيضا بتوطيد العلاقات العسكرية إلى جانب الحليف الاستراتيجي الكبير إنجلترا. طيب أستاذ خالد، يعني كصديقين قديمين تحدثت بعض الصحف الفرنسية، ما هي المصلحة التي جمعت رجل ليبرالي وسطي برجل آخر يميني متشدد؟ كل منهما يعاني مشكلات داخلية. الفريق الرئيسي لديه مشكلات اقتصادية طاحنة داخل فرنسا، والرئيس الأمريكي أيضا يواجه خطوة من الديمقراطيين لمن يقودون كل جهوده لتنفيذ أجندته في الداخل الأمريكي، ومن هنا كل يريد أن يظهر لشعبه أنه رئيس قوي، أنه رئيس مقدر، أن له علاقات قوية على المستوى الدولي. لا تنسى أن فرنسا دولة كبرى والولايات المتحدة هي دولة عظمى، وبالتالي من صالح كلا الرئيسين إظهار بأنهما يحظيان بتقدير هذا المستوى الكبير الدولي، ومن هنا كل منهما يريد القفز على هذه المشكلات الداخلية بإظهار قدرته على إقناع قوة بحجم أمريكا، وأيضا ترامب على إقناع خليج أوروبي قوي بحجم فرنسا. نعم أستاذ خالد، الكاتب الصحفي المصري المقيم بواشنطن خالد خيري، شكرا جزيلا لك.